بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بأتم خير وصحة وسلامة. النهاردة إن شاء الله هنعمل عمرة كاملة للبوتاجاز، يعني زي ما حضراتكم شايفين في الصورة البوتاجاز صاحبته مأهملاه لدرجة إنه وصل إن عين واحدة اللي بتشتغل. زي ما حضراتكم شايفين المواسير مسقوط في بواقي الطعام، فانا طبعا حاولت ان انا افك الكوش قفشه او ماسكه في الماسوره تحت، فطبعا انا بفضل طريقه التسخين على الكوش عشان افكها. في ممكن تستعمل مزيل الصدى، اي طريقه تعجب حضرتك والسهل عليك ان انت تفك بيها. انا بالنسبه لي بستعمل اللي هو البوري زي ما حضرتك شايف، وبسخن على الكوشه لحد ما ما تتفك معايا زي ما حضرتك شايف بامر الله. طبعا انا بنصح صاحبه كل بوتاجاز ان هي تنظف تفك الكوش وتغسلها كل اسبوع مره عشان ما يحصلش اللي حضرتك شايفه ده، وانها تهتم بنظافه البوتاجاز اول باول، اي بواقي طعام تقع على البوتاجاز يا ريت يعني يتم تنظيفها اول باول، بيبقى افضل واسهل. البوتاجاز اللي حضرتك شايفه وصل بيه الدرجه ان هو عين واحده بس اللي كانت شغاله. فاحنا النهارده بعمل عمره كامله، بنفك كل البوتاجاز كله، بننظفه وبنوسع طقم الفواني بتاعه البوتاجاز كلها، وبنغير مفصلات للبوتاجاز زي ما حضرتك هتشوف في الفيديو. انا اسف على الاطاله، بس الفيديو طول شويه لان انا الشغل كله من الارض الواقع، كله عامل زي ما حضراتكم شايفين. فربنا العالم ان انا ما بخبيش عنكم اي شيء، وده شغل عملي ده بنفسي. فعشان حضرتك ما توصلش للدرجه دي، يا ريت ان الكوشه تتفك كل اسبوع، تتغسل بشويه ماء سخن ويتم تنظيف البوتاجاز. في مواد لتنظيف البوتاجاز، مواد كتير، اي مادة تعجب حضرتك ممكن تستعملها، بس خلي بالك ان في بعض المواد بتأثر على الجلد، فياريت حضرتك تبقى لابس جوانت في ايدك عشان تحمي ايدك، لان المواد دي بتبقى مواد قوية. طبعا انا هبدأ افك الكوشة، وبعد ما افك الكوشة افك الوش وابدأ انظف المواسير واوسع الفواني. انا طبعا مش هطول على حضراتكم، هسيبكم تتابعوا الفيديو للاخر، واي سؤال حضرتك اكتبه في تعليق وانا هرد على حضرتك بامر الله. ياريت تدعم القناة بالاشتراك والشير والاعجاب، اكون شاكر لحضراتكم، وهسيبكم مع الفيديو لحد النهاية بأمر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ريت حضراتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس والشير وتدعموا القناة. أكون شاكر لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.